بالرخص راه كان كنعيش منه غير هنايا، راه كاع البلايص كنوقفوا فيما كنوقفوا كيجي عندنا الشرطه ديال المرور كيدي لنا رخص ديال السياقه، رخصه الثقه. حنا ما عندناش البلايك، ما كاينينش في الرباط بزاف. كنطلبوا من السيد الوالي السي يعقوبي محمد يعقوبي اللي كيدي خدمه مزوينه في المغرب وفي الرباط، بغيناه يوقف معنا في هذا الشيء ديال البلايك. ما عندناش البلايك، كنعاني وكتسحب لنا رخصه السياقه مده ديال 15 يوم، كتمشي لنا العماله مده 15 يوم كتمشي لنا العماله، وكنبقاو بالداربه خدامين، وعاد زيد عندنا بزاف ديال المشاكل. هو ملي جات هاد التغييرات في مدينه الرباط، يعني كما سميت مدينه الانوار، تغيروا بعض المحطات بالنسبه للمحطه ديال باب ملاح وباب البويبه وباب شله، يعني ولا واحد المشكل تمايا ما منظمينش، لا بالنسبه للناس اللي كيسيروا القطاع السلطه، ولا حتى بالنسبه لبعض السائقين حتى همايا يعني تيتحملوا واحد الجزء ديال 15% يعني ديال العمل ديالهم تما، لان عاوتاني واحد الجانب عندهم وهو ستاسيون ما كاينش، جوج ستاسيونات تحيدوا لنا من تما. والمهم بالنسبه للسحب ديال البيرميات، يعني خاص تكون فيه واحد المراجعه، يعني كاين قوانين اداريه باش تسمى واش هي مخالفه ولا مخالفه ديال اداريه كما تيقولوا. وهذا الشيء هذا راه ماشي الوالد ديال اليوم، هذا الشيء راه ديما كيوقع. في عندك شهر 7 و8 يعني كيكون واحد الرواج، وكتتحركوا يعني جميع الجهات اللي في مدينه الرباط، تماره يعني سلا قنيطره، يعني الطاكسيات اللي كيكونوا كيديروا الجهه تيدخلوا معنا لمدينه الرباط وتيبداو يخدموا معنا تما فين تيوقع هذا المشكل هذا. وهذا الشيء هذا يعني راجع لواحد التاريخ كان من قبل، ماشي عاد والد اليوم. المشاكل العالقه بقطاع سياره الاجره بمدينه الرباط، خصوصا بباب شله، باب ملاح، باب البويبه، فهناك مشاكل عديده وكثيره. هناك اكراهات، هناك ظلم، هناك حيف فيما يخص سائق سياره الاجره بمدينه الرباط الصنف الثاني. يعني بزاف ديال السائقين المهنيين خذوا لهم رخصه الثقه، و يعني رجال الامن، يعني كاين هناك واحد الظلم في حقيقه. وكنتمنى الجهات المسؤوله مدينه الرباط بما فيهم الوالي على مدينه الرباط باش ينظر في هذا الامر هذا. فصراحه هذا الله يدير لنا شي تاويل الخير في هذا القطاع. هو سائق سياره الاجره شنو الدور ديالو مدينه الرباط؟ شنو الدور ديالو في اي بلاصه؟ هو انه يهز الزبائن ويحطهم في الوجهه المطلوبه، ولا يهزهم وفي نفس الوقت يديهم ويحطهم. هذا هو الدور ديال سائق سياره الاجره. حنا عندنا ثلاث المحطات، في باب شله، باب البويبه، وفي باب شله وباب بويبه وباب ملاح، تحيدوا نظرا للاشغال. فهاد السائق المهني فين غادي يحط هاد الزبائن ومنين غيهزهم؟ فهنا كنشوف بان هاد الشيء هذا والله العظيم الى ظلم 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 وحقره، وما عرفناش هاد الشيء شكون هاد الجهه اللي كدير هاد الامر هذا. فندائي الجهات المسؤوله باش ينظروا في هاد الامر هذا، والا فغادي صراحه غادي تكون واحد الضجه، او غيكون واحد النضال اللي غيكون قوي وغيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.